في بعض الأحيان بتحتاج تستخدم بروبرتي تانية أو بتحتاج تستخدم كولوم تاني غير البرايمري كي بتاع البيرنت بإنك تستخدمه في الربط مع التشايلد تيبل أو الديبندنت بروبرتي. طبعا زي ما اتفقنا على التسميات قلنا إن احنا ممكن نقول على التيبل مثلا بيرنت أو نسميه برنسبل، والتيبل التاني مثلا ممكن نسميه تشايلد أو نسميه مثلا ديبندنت. طبعا هنا أنا ضفت اكزامبل تاني علشان نتكلم عن النقطة دي فيه، وهو هيكون ما بين الكار، هيكون مثلا عندنا عربية وريكورد اوف سيل، فالكار هنا عندي هيمثل لي البيرنت او البرنسبل تيبل، والريكورد اوف سيل ده هيمثل لي التشايلد او مثلا الديبندنت تيبل بتاعك. وانا هنا عاوز استخدم الكار لايسنس باليت دي اللي هي موجوده هنا، عاوز استخدم الكولوم ده هو اللي يكون مربوط بالفورين كي ده، مش هستخدم الكار اي دي. احنا دايما كنا متعودين ان احنا بنستخدم البرايمري كي هو اللي بيبقى الفورين كي الناحيه الثانيه في التيبل للتشايلد، لكن دلوقتي انا مش عاوز استخدم البرايمري كي، انا عاوز استخدم كولوم تاني خالص في ان هو اللي يقوم بعمليه الربط ما بين التو تيبلز. ازاي اقدر استخدم حاجه زي كده؟ الموضوع برده باستخدام الفلوينت اي بي اي هيكون بسيط. هنعمل نفس اللي عملناه قبل كده، هقول له الموديل بيلدر دوت انتيتي، وابتدي استخدم الانتيتي بتاعت الريكورد اوف سيل، فبالتالي هي كده اللي هتكون موجوده عندي ناحيه الشمال. وبعد كده اقول له دوت هاز 1 هيكون عندها 1، وبما ان في نافيجيشن بروبرتي اقدر استخدم لامدا اكسبريشن، فاقول له اس جوز تو اس دوت كار، ده التيبل اللي هيبقى موجود ناحيه اليمين، يعني الريكورد اوف سيل ده هيكون موجود ناحيه الشمال والكار هو اللي موجود ناحيه اليمين. الريكورد اوف سيل مش هيتكرر مع اكتر من كار، لكن الكار الواحده ممكن يكون عندها اكتر من ريكورد اوف سيل، يعني يكون عندها هيستوري في البيع اتباعت اكتر من مره، فاقول له دوت ويز ميني. وبرده بما ان عندي هنا كولكشن نافيجيشن بروبرتي فاقدر استخدم لامدا اكسبريشن، فاقول له مثلا سي جوز تو سي دوت سيل هيستوري اللي هو النافيجيشن بروبرتي ديت او الكولكشن نافيجيشن بروبرتي دي، وابتدي اقول له مين هو الفورين كي زي ما عملنا بالظبط المره اللي فاتت. هقول له الفورين كي بتاعك الاس جوز تو الاس دوت كار لايسنس بليت، وبعد كده هحتاج اعرفه الكار لايسنس بليت دي هتتربط بمين في التيبل بتاع الكار. هي دي النقطه الزياده اللي انا محتاج هنا اعرفها له. وبما ان احنا مسمين الكار ده مسمينه البيرنت او البرنسبل، هي نفس القصه، هاجي اقول له هنا هاز برنسبل كي، وادي له مين هو الكي، وزي ما اتفقنا طالما في نافيجيشن بروبرتي اقدر استخدم اللامدا اكسبريشن، فهقول له سي جوز تو سي دوت، واختار هنا اللايسنس بليت، ونجرب نقاد المايجريشن دي ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي. تعالى كده نقرا الميجريشن بتاعتنا سريعا ونشوف شكلها عامل ازاي. اول حاجه هو هيكريت التيبل بتاع الكارز ده، ما فيش فيه اي مشاكل، ودي الكولومز اللي هتكون موجوده فيه، هي نفس الكولومز اللي هناك، وده البرايمري كي. لكن هتلاحظ هنا ان في كونسترين تاني اتضاف، احنا ما كتبناش اي حاجه عنه خالص، ما قلنالوش ان هيكون في اي كونسترين، لكن هو عمله من نفسه طالما هو هيربط 1 تو ميني. فطالما 1 تو ميني يبقى بالتالي الكونسترين ده ما ينفعش يتكرر في نفس التيبل مره تانية، زي بالظبط ما كنا عاملين لما اشتغلنا مع ال 1 to 1 relationship، مش هينفع تكرره مرة تانية. ودي ميزة قوية جدا ان هو قدر يحدد حاجة زي كده من غير ما انت تكتبها بايدك. قال له عندي unique constraint على التيبل بتاع اللايسنس باليت ده، لان انا هنا قلت له has one car، قلت له ده هيكون مربوط بعربية واحدة بس، فبالتالي ما ينفعش يكون عندك اكتر من عربية ليهم نفس اللايسنس بليت. تعالى بقى نبص كمان على التيبل التاني، هتلاقي عندك هنا ان هو برضو بيعمل كرييشن وبيحط كل الكولومز اللي كانت موجوده، وزود لك هنا الفورين كي بتاعك اللي هو هيكون رابط مع التيبل اللي اسمه كارز على الكولوم اللي اسمه كار لايسنس بليت. البرنسبل تيبل بتاعها هو التيبل اللي اسمه كارز، والبرنسبل كولوم بتاعك هو اللايسنس بليت، فبالتالي هو ده المقصود بالبرنسبل كي، معناه ان انا يكون عندي كولوم تاني غير البرايمري كي اقدر استخدمه هو كفورين كي في تيبل تاني، وده معناها بمنتهى البساطه. مش بس كده، انا كمان اقدر اعمل كومبوزيت كي من تو كولومز او اكتر يكونوا موجودين في التيبل البيرنت غير البرايمري كي بتاعه. تعالى كده نريموف المايجريشن دي علشان نشرح الموضوع ده عملي. لو انا رجعت مره تانيه على التيبل بتاع الكارز وضفت هنا مثلا بروبرتي تانية مثلا التايب بتاعها string وسميتها مثلا state، وبعد كده رحت للتيبل بتاع record of sale ده عملت ده نسخة تانية كده وقلت له الكار state. لو انا عاوز اعمل composite key بالتو كولومز دولت اللي هم هيبقوا دول مع بعض وهيربطوا بدولت، اقدر برضو بالفلوينت اي بي اي اعمل حاجة
زي كده كل الموضوع، ان انا بدل ما كنت هنا بقول له ان الفورين كي بتاعك هو الربط ما بين الكار لايسنس بليت اللي هو ده هيربط مع البرنسبل كي اللي موجود هنا، اقدر هنا اديله انونيمس اوبجكت يكون فيها اكتر من بروبرتي بحيث يكريت بيهم الكومبوزيت كي. فهاجي هنا اقول له نيو واضيف الكولوم الاولاني، وبعد كده اضيف الكولوم الثاني اللي هو اسمه كار ستيت، ونفس الكلام برضو هعمله في الجزء اللي تحت بتاع البرنسبل كي. هقول له هنا نيو وهنا انونيمس اوبجكت بتاعي، ونفس الكلام برضو هضيف فيه الستيت، ونجرب نقاد نفس المايجريشن مره ثانيه ونشوف ايه اللي هيحصل. كده هتلاحظ التغييرات اللي حصلت عندك، ان انت عندك بقى موجود في اليونيك كونسترين اللي موجود هنا بدل ما كان فيه اللايسنس بليت بس بقى فيه الاثنين ككومبوزيت كي الاثنين مع بعض، ونفس الكلام في الفورين كي بتاعك بقى كومبوزيت كي، بمعنى ان الاثنين ما يتكرروش في التيبل ده مره تانية تماما اللي هو التيبل بتاع الكارز.